السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وبحبه أقرب وعن معصيته أبعد وفي رجاء رحمته أقرب. لا حياة للقلوب ولا فرح ولا سرور ولا نعيم إلا في معرفة الله جل في علا. أوصى ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عنه قائلا: واعلم أن من هو في البحر على اللوح ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه من هو في بيته بين أهله وماله. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريب الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله جل في علا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقوا سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤالا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، أمري أو والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفالا. ما شاء الله، ما شاء الله، حشم لي من ذاك يا سلام. ما شاء الله، رائع والله، رائع، ممتاز 100 ان شاء الله.